جايين نصطاد سمك؟ لا، بس إذا بدك بناكل سمك. طيب كيف تعمل طول السمك؟ كيف يعني؟ ليش أنتي من قبل ما أكلتي سمك؟ لا. طيب أنا اليوم بدي ذوقك السمك. مرحبا، وين فيني لاقي محمد؟ الريس ما بيكون بهالوقت، بيجي المساء. بالله؟ ماشي، شكرا كثير. اهلا وسهلا. أنا بتوقع إنه هذا المشروع بده يحل كل مشاكلنا. ألو، نعم. كيفك محمد؟ نحن اجينا وما لقيناك. مين أنتو يعني؟ أنا ورفيقتي الصغيرة. ليكي أنا بالشركة. فيك تطلع. خلص بطلع بعد شوي. ماشي، عم نستناك، لا تطول. خير شريك؟ كأنه في حدا مهم عم يستناك. لا، نورا مرقت لعندي واتصلت لأنه ما لقتني. نورا مرقت لعندك؟ هي من وقت ما طلعت من المصح تغيرت فيها كتير شغلات. مثل شو يعني؟ شو بيعرفني؟ مبارح فجأة قالت إنه هي بدها تتطلق من جود. كأنك بتعرف، ما هيك؟ لا أبدا، بس أحيانا بتمرق لعندي لما بتكون بحاجة صديق وبتشكي لي همومها مو أكتر. قلت لي لما بتكون بحاجة لصديق؟ حلو. بالضبط، أكيد ما في شي تاني، فلا تخاف. محمد أنا ما بخاف منك. مسكينة هالبنت ما شافت ولا يوم حلو. ولازم السمك يعيش بالبحر عمو؟ هدول خلص عاشوا حياتهم ونحن هلأ عم نعيش بفضلهم. كيف يعني؟ ما فهمت. يعني منبيعهم وبنشتري أكل بحقهم لأولادنا. مرحبا. أهلين. شو اسمك يا حلو؟ أيلول. أيلول؟ ليك العم داود بفضل هالسمكات عم بيربي أولاده، بيشتري لهم كتب ودفاتر وتياب كمان. يعني أي حدا فينا بيقدر يصيد سمك، حتى أنت. بس أنا ما بعرف صيد سمك. بعلمك إذا بدك. عن جد عم تحكي؟ أي عن جد. أنا محمد. وهي خالتة نورة. أي أنا بعرفها لخالتك نورة. بجوز عمو محمد يطعمينا سمك، ما هيك عمو محمد؟ ما بعرف صيد سمك، بس أنا جعت كتير. عن جد جعت؟ إذا هيك لكان رح أعملكن أطيب أكلة سمك. اتفقنا؟ اتفقنا. خليتك تستني كتير. مو مشكلة، بس جعنا شوي. يلا لكان قوم. يلا خدي لشوف. لا توعدي حدا المساء، بدنا نروح نتعشى. تعالي حبيبتي.